السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد للبيتكوين. سنقوم بتحليل البيتكوين، لكن قبل ذلك أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، ستجدونه في صندوق الوصف، تضغطون عليه من صندوق الوصف، لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، هناك نصابين، تذهبون إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو، تضغطون على الرابط من صندوق الوصف، وعندما تشتركون في هذه القناة تجدون أرباح المشاركين، نشارك معكم في أرباح المشاركين في دورتنا التدريبية كما تلاحظون. يعني هذا الأخ يحقق 400% ويقول الدخول باستخدام وتطبيق أساسية دورة البرايس أكشن، هذا يعني 366% ببساطة، فقط يعني أرباح كما تلاحظون، أرباح يومية نشاركها معكم، صفقات يومية لايف مباشرة للإخوة المشاركين في الدورة، هذه ليست توصيات، هم يحققون أرباح انطلاقا من تطبيقهم لما يوجد بالدورة التدريبية كما تلاحظون. كذلك نشارك معكم شهادات صوت وصورة في هذه القناة حتى تتضح لكم قوة دورتنا التدريبية، وفي الأخير نشارك معكم آخر عروضنا وهو هذا العرض الذي سميناه عرض بوم، اللي تحصل فيه على التحليل الموجي زائد البرايس أكشن فقط ب 197 دولار، لكن الأهم من ذلك هو أنك تحصل على 3 مجموعات سرية على التليجرام، مجموعتين نقاشات فوركس وكريبتو بأخيرات المتداولين لدي، يساعدونك على ضبط وفهم الدورة، يجاوبونك على أسئلتك، هناك يعني حصص زوم راح تكون يعني موجودة حاليا وراح تكون مستقبلا إن شاء الله مع خيرات المتداولين لدي سواء في الفوركس او في الكريبتو ليجعلونك تطبق اكثر. وهناك مجموعة تحليل يومي في اي بي للذهاب ليورو دولار بيتكوين والدو جونز، اضع فيها تحليلاتي يوميا، والهدف هو أن تقارن تحليلك مع تحليلي حتى تضبط الدورة. إذن بالنسبة لي أنا هذه المجموعات أهم من الدورتين، لكن هي داخلة في العرض، في هذا العرض اللي هو عرض البوم. فإذا أردت أن تحترف تخرج من 95% الفاشلين وتدخل إلى 5% الناجحين، الرابط أسفل في التعليقات أول رابط وفي صندوق الوصف أول رابط، تضغط عليه تتحدث معي على الخاص مباشرة الذي يجاوبك وتبدأ دورتك التدريبية. لا تنسوا الذهاب إلى الموقع beprowavetrader.com beprowavetrader.com، في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها وهناك كتب يمكنكم تحميلها مجانا مثل الدليل الأساسي للشمال اليابانية للمبتدئين، فقط تضغط على ابدأ الآن مجانا، تضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك. تحذير وعيد: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية، إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تتم عن قراراتك، قناة العملاق في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دورتنا وإلى عروضنا. طيب، ماذا لدينا في البيتكوين؟ لاحظوا معي، إذا نظرنا إلى البيتكوين في الفريم اليومي، سنحاول أن نعيد لأن البيتكوين مهم ونحتاج أن نشرحه، وأعرف أن يعني 90% من القنوات تنقل تحليلي، تنتظر إلى أن أضع تحليل وتقوم بنقله، الكل بدأ يتحدث عن التحليل الموجي، الكل بدأ يتحدث عن التلاعبات، الكل بدأ يتحدث عن النطاق، الكل بدأ يتحدث عن التصحيح، يعني أشياء لاحظتها، فلا تنسوا أن العملاق الكذب هو الأصل، انتبهوا لهذا الأمر. إذن لدينا موجة دافعة، تصحيح، ثم موجة دافعة، جميل جدا، هناك زيادة في الزخم الشرائي، المشترون وقفوا في هذه المنطقة، توقفوا عن الشراء في هذه المنطقة وهم ينتظرون تخفيضا قبل أن يدخلوا مرة أخرى، لأنه أتوقع ما دام هناك زخم شرائي أن هناك بوم صعود قوي، لكن متى؟ عندما يكتمل هذا الديسكاونت، هذا التصحيح. طيب، هنا إذا طبقت التحليل الموجي، التحليل الموجي يقول لي، التحليل الموجي المطور، عندما أقول تحليل موجي ليس إليوت، إليوت مطور، هو الذي طورناه ويعني أضفنا عليه استراتيجيات وإضافات مهمة ومهمة جدا لن تجدوها في إليوت. عندما أجد في يفترض أن هذا هو التصحيح، عندما أجد في التصحيح 3 موجات قوية، هذا يقول لي أن هذا التصحيح غير مكتمل، موجة قوية، موجة قوية، موجة قوية، هذا التصحيح غير مكتمل، معقد. إذن كيف سأفك تعقيده؟ أول شيء سأتوقع أن يكون هناك صعود مثل هذا الصعود، مساوي لهذا الصعود تقريبا، ليس بالضرورة ولكن تقريبا، حتى يكون عندي هذا هو التصحيح، وتكون عندي هذه الموجة الدافعة الأولى للتصحيح، وهذا هو التصحيح 1 2 3 تصحيح، ثم
الموجة الأخيرة. هكذا سيكون هذا واقعي ومنطقي وطبيعي في السوق. هذا تصحيح، نعم هذا يمكن أن يكون تصحيح، لكن هذه الموجة 1 2 3 بهذه القوة ليست طبيعية في السوق، غير طبيعية، لا يمكن. إذا هذا هو توقعي، جميل جدا، لكن متى سأتوقع هذا الصعود؟ عندما تكتمل بنية هذه الموجة. إذا كيف ستكتمل بنية هذه الموجة؟ أنا أتوقع أن هذه الموجة، أرى أنه عندي WXY، ليست هناك دايفرجنس، إذا WXY أتوقع أنه إذا كانت بنية هذه الموجة ستكتمل، إما ستكتمل عند كسر هذا القاع، هنا ستكتمل بنية هذه الموجة عند كسر هذا القاع مستوى 17600. يعني عندي WXY، لو كانت هذه الموجة اكتملت هنا كان سيطير البيتكوين من هنا ليعطيني هذه الحركة، لم يحدث الأمر. ما الذي وقع؟ تصحيح. إذا هذا يقول لي أنه ربما لازال هناك هبوط. طيب لو كان البيتكوين، لو كان هذا هو التصحيح، يجب أن يعود البيتكوين يكسر القاع. إذا كسر القاع أي موجة دافعة تصحيح ستكون هاتي للصعود، لكن يجب أن أحذر، لأنه أي موجة دافعة تصحيح، موجودة في تصحيح، هذا هو صعودي، لكن عندما أحصل على نفس طول هذه الموجة هنا ضروري أن أحول وقت خسارتي إلى منطقة الدخول وأتركه، وهدفي سيكون 50,000 دولار، يعني نفس طول هذه الموجة، نفس طول هذه الموجة. لماذا يجب أن أحول وقت خسارتي؟ لأنه ممكن يعطيني نموذج هنا، إما هذا النموذج أو يعطيني مثلا expanding هكذا ثم يعود لمرة أخيرة. لماذا؟ لأنه دائما عندما يكون لدي موجة بها WXY قد تعطيني XZ، تصحيح مساوي لهذا التصحيح، تصحيح مساوي لهذا التصحيح. يعني أقول في نفسي، طيب إذا هذا البيتكوين إذا كسر وعاد وكسر هذه القمة، ألن يكون هذا التصحيح مساوي لهذا التصحيح؟ الإجابة نعم، إذا هناك احتمال أن يعود. إذا كي أتجنب هذا احتمال العودة وأخسر مالي، لو دخلت هنا عندما أحصل على نفس طول هذه الموجة أحول خسارتي إلى منطقة الدخول وأنتظر، لأنه هدفي سيكون القمة، ليس لن يكون توقعي هو هذا، لأنه كبنية WXY كبنية مكتملة يجب أن يطير، لكن ممكن WXY تعطيك XZ، ممكن 50% 50%. إذا عندي 50% يطير وعندي 50% يطير ويرجع. لكي أتجنب الخسارة في 50% الثانية يجب أن أضع ببالي أو بالحسبان هذا الأمر. لاحظوا الأسرار التي أعطيكم أخوتي الكرام. إذا نزلنا إلى فريم الساعة، كنا توقعنا أن نحصل على نفس طول هذه الموجة، ونحن الآن قريبين من أن نحصل على نفس طول، قلنا 22,000 دولار هو الهدف، قريبين. ناس حققت أرباح، لأنه الهدف كان منطقة الدخول، كان هذا النطاق، بوم من هنا، بوم أرباح. الآن هل هناك فرصة أخرى للبحث عن الصعود؟ نعم هناك فرصة أخرى للبحث عن الصعود. إذا هذا تصحيح، يمكن البحث عن الصعود من خلال هذا التصحيح، خصوصا أن هناك زيادة في الزخم الشرائي. لاحظوا زيادة في الزخم، هذه الموجة أقوى من هذه الموجة، إذا المشتري أقوياء ممكن نحصل على موجة أخرى تكمل لنا هذه 22,000 دولار. طيب متى سأبحث عن النزول؟ يعني نفترض أن السعر لم يرجع إلى هذه المنطقة، متى سأبحث عن البيع؟ سأبحث عن البيع هنا مستوى 19,200، يعني أريد أن يأتي البيتكوين إلى هذه المنطقة ثم يصحح. هنا سأكون متأكد بنسبة 90% أن البيتكوين نازل لكسر القاع حتى يكتمل هذا النموذج، لأنه هذا النموذج راني فلات، كراني فلات ممكن يكون، مش ضروري يكون نفس الطول، يعني مش ضروري، قلنا 90% بيكون نفس الطول، ولكن 10% في بعض الأحيان يختار السوق أنه ما يكونش نفس الطول في الرانيوم فلات، فهذا 10% ممكن يدخل في هذا المثال. ذلك يجب كذلك أن أضع بالحسبان هذا الأمر، دائما أضع بالحسبان، يعني دماغنا دائما شغال في التحليل الموجي وفي البرايس أكشن، دائما شغال ودائما حاطط كل السيناريوهات أمام عيني حتى لا أخسر أموالي، هذه فلوسنا ما نريد تخسر ببساطة. إذا قلت لكي أبحث عن البيع، إذا نفترض أن السعر خلاص نزل، الآن نزل بدأ ينزل، أين هي المنطقة اللي راح أتأكد فيها أن البيتكوين نازل؟ هذه المنطقة، هذه هي منطقتي 19,244. غير ذلك لن أبحث عن البيع، وكلما صحح كلما كانت صفقة شراء جيدة للصعود، لكن عند كسر القمة تحول وقت الخسارة إلى بريك إيفن، لأنه ممكن يكون في دايفرجنس. أي نعم راح تكون في دايفرجنس عند كسر هذه القمة اللي هي مستوى
مستوى ال21,000 دولار، يجب الحذر من هذا الامر. تلاحظون، اذا انا اعطيتكم كل السيناريوهات الممكنه، اعطيتكم المنطقه التي نبحث فيها عن النزول، الصعود اذا بقي هذا النموذج على هذا الشكل، فما هذا الا تصحيح للصعود الاخير. يعني الهدف هو 22,000 دولار كهدف حتى يكتمل طول هذه الموجه، وبعد ذلك اي موجه دافعه ترتد بنسبه 100% لهذا الجدار، ثم تصحيح، سنبحث عن النزول. عوض البحث عن النزول من هذه المنطقه، سترتفع المنطقه الى هذه المنطقه، لكن فقط بالصبر، بقليل من الصبر. والهدف سيكون كسر القاع اذا قمنا بالبيع، يعني بعد ان تتاح لنا فرصه للشراء واشترينا وحققنا ارباح، للبيع كذلك كسر هذا القاع اللي هو مستوى 17,600 دولار. تلاحظون الامر بسيط وسهل، فقط يتطلب بعض الجهد وبعض الذكاء في تطبيق المعلومات الموجوده في دوراتنا التدريبيه. اذا اردتم استغلال هذا العرض اخوتي الكرام القوي لكي تحللوا بنفس الطريقه، يعني اذا اعجبتكم، هذا هو العرض اخوتي الكرام لكي للخروج من 5% من 95% الفاشلين والدخول في 5% الناجحين. هذا هو العرض. لا تنسوا اذا عجبتكم هذه الطريقه وعجبكم الفيديو، لا تنسوا تفجروا لايك، تضعوا تعليقاتكم اسفل الفيديو، ولا تنسوا ان هدفنا هو تعليمكم ان العلم نعرف كذب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، حياك الله استاذ وسام، الله يبارك فيك. خليني اياك بصراحه استاذ وسام بتشكرك كثير ومن كل قلبي على هالدوره المفيده اللي بعت لنا اياها بخصوص التحليل الموجود لبرايس اكشن. انا مشترك معك في الدورتين، وانا خلصت نص دورة التحليل الموجود، كانت جدا ممتازة بصراحة. انا ما توقعت اني اخذ كم هالمعلومات بهالقيمة هي، انا كنت متوقع حالي اني ادفع دبل هذا الرقم واكتر يعني. فبتشكرك كتير وبدعو كل الناس يكونوا مشتركين معنا، خلي كل الناس ان شاء الله تربح وان شاء الله ما حدا بيخسر ابدا. وبرجع بتشكرك من كل قلبي وشكرا كتير لك، وانت شخص عن جد رائع واكثر من رائع. يعطيك الف عافية.